الثالثة صباحا 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلنت أوكرانيا تلقي 28 مليار دولار من الدعم المالي المقدم من الحلفاء خلال عام 2023 مع استمرار العملية العسكرية الروسية. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أنه منذ بداية عام 2023 تلقت أوكرانيا بالفعل 28 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء، وأكثر من 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8 مليارات دولار من أمريكا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تقدر كل الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، ونوه لافروف بأن روسيا تقدر كافة المبادرات المطروحة بشأن التسوية الأوكرانية. واعتبر وزير الخارجية الروسي أنه لا يمكن تحقيق السلام في أي أزمة إذا لم يتم احترام حقوق الأقليات القومية، لا سيما في أوكرانيا. أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا مفاوضات بشأن الالتزامات الأمنية الثنائية بين البلدين، وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي الأمريكي التقوا مع نظرائهم الأوكرانيين لبدء مفاوضات بشأن الالتزامات الأمنية طويلة الأجل بين البلدين. وأوضح البيان أن الالتزامات الأمنية الثنائية ستركز على ضمان أن يكون لأوكرانيا قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن البلاد وردع الهجوم الروسي في المستقبل، وكذلك دعم وتحسين الكفاءة والشفافية عبر مؤسسات الدفاع والصناعة الأوكرانية، وأيضا تعزيز أجندة الإصلاح للتقدم نحو تطلعاتها الأوروبية الأطلسية. اتهم المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بولندا بالعمل على تصعيد الأزمة بين البلدين وزيادة التوتر. جاء ذلك خلال تصريحات بيسكوف ردا على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا، مشيرا إلى أن البولنديين أنفسهم أكدوا أن هذا الانتهاك لم يسجلوا على الرادارات. حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن جاهزية القوات الأمريكية باتت معرضة للخطر بعد تنحي قائد الجيش مؤخرا. وأضاف أوستن أن فشل مجلس الشيوخ في تأكيد تعيين القادة الجدد يعطل الجيش ويمكن أن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. قالت مصادر سياسية باكستانية إن رئيس الوزراء شهباز شريف اقترح حل البرلمان في 9 أغسطس الجاري قبل 3 أيام من انتهاء ولاية المجلس، مما يمهد طريق لإجراء انتخابات عامة بحلول نوفمبر. وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات في 12 أغسطس الجاري. تسببت عواصف البرد الشديدة في غرق العديد من الطرق في بلدة لندز الكندية في أونتاريو، وأظهرت لقطات أن البرد والأمطار غمرت الشوارع بينما كانت سيارات الطوارئ تمر بالقرب من المكان. وقالت دائرة شرطة بحيرات كاورثا في لندز إن الفيضانات غمرت عدة طرق ونصحت السكان بتجنبها. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي بسن شهاب الدين. إلى اللقاء.